الله وبركاته، معكم مقطع جديد. اليوم جبناكم شلون تستقروا خلفية بلاي ستيشن 4 اي صورة بالجهاز. هلا نحنا لازم بالبلاي ستيشن 4 او بي اس 4. اول شيء نحنا ما اي خلفية عندك، بالاساس انت بتنقب لعطيك انت نقي خلفية من انت من هذا الشخصيات الكرتون. بس اليوم من اي صورة، من اي صورة. اول شي بتحملوا برنامج، هتحملوا تطبيق بلاي ستيشن اب، هنحط لكم اياه بالدسكريبشن، بس بالاساس عندي اياه، حط لكم اياه بالدسكريبشن. وبعد كل هذا بفوت على البرنامج هيك. اول شي بيطلع لكم شعار بلاي ستيشن، نستنى شوي بس نفتح لكم. عم نفتح بتعمل ما شوفوا. هلا بتعمل ما فتح لعطيك عشان تغير الصورة، ما فيك انه دو جيميل تكبس تغري تسجيل دخول على بلاي ستيشن. اوكي بتكبس عليه تسجيل دخول بلاي ستيشن. اكيد عشان تعمل العملية بدك تدخل جيميلك اللي عندك اياه وكلمة الباسورد، وبعدين تخلصوها حط كلمة الباسورد وارجع اقصد البريد والباسورد. بعد ما تكتب كلمة بلاي ستيشن الجيميل كلمة والجيميل تعمل تسجيل دخول وتنتظر شوية وبتستنى شوي بس نفتح. شوفوا هلا يا احبابي وفات فتحوا البلاي ستيشن، فتحت صورة. اول شي عشان تروحوا اول شي بتكبسوا على صورتكم هون وبتكبس على معرفة تغريك. اوكي بتكبس عليها بعطيك هون صورة بلاي ستيشن اللي عندك اياها، بتكبس على ايش على تعريف ملف الشخصي هاي اول، يعني اول خيار عندك تغيير اسمك، عندك اضافة صورة تكبس عليها اضافة صورة، تعمل هون التحديد هون بتصوره هون بالتحديد من المعرض، بتحددها مثلا من المعرض ما عندي صورة، هجيب لي صورتي وارجع. وهي هي الصورة، انا اعمل تحديد على الصور تحديد من المعرض، هي هي صورتي بكبس عليها بكبس. هلا بعطيك اي حجم مثلا فيك تكبرها وبتصغرها، حتى مثلا انا مصغرها وخلص بتعمل موافق. هلا صارت الصورة تتغير الصورة تكبس اوكي او موافق، تستنى شوي حتى العدلها، ننتظر حوقف الفيديو بينما تتعدل الصورة. بعد ما تجيكم هاي الصورة بتروحوا مرة على البلاي ستيشن، تروح على البلاي ستيشن بتروحوا فوق نفس الشيء على هاي شو كان اسمه تقنيات زوم ما في ده على هاي شو كان اسمه متعدد التعريف، بتروح على هون تغيير ملف الشخصي، تستنى شوي لازم تستنى وبعدين تروح على صورة الملف التغييري مو الشخصيات الكرتونية، تروح عليه بعد بتروح على هون بتحط علامة على بلاي ستيشن اب بلاي ستيشن اب تعمل اوكي وبعدين تكبس تأكيد وبعدين ترجع شوف صار. لا صورتي تغيرت، تدا تغيرت صورتي، هلا الكل شايف صورتي نفس صورتي هلا تغيرت. شوف ليش مو
المدرسات ده شوية أيام حتى تتحدث. أوليك اتحدثت، حتى تحدثت صورة صارت مثلي مثل تبعي. فاللي بيكون عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا مع السلامة.